7:30، أهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤيا. أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. جلالة الملك يتابع تمرينا عسكريا لأحد تشكيلات الجيش العربي وجيش دولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن القانون الأردني لا يسمح بالإساءة إلى العلاقات مع الدول العربية. العاصفة الشتوية الممطرة بشرى تبدأ تأثيرها على المملكة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي تسود الأجواء. عائلة المقدسية تتمكن من استرداد منزلها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بعد استيلاء المستوطنين عليه منذ شهرين. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد توفر السلع الغذائية بكميات تغطي حاجة الاستهلاك المحلي في فصل الشتاء. وإلى التفاصيل. تابع جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني اليوم تمرينا عسكريا مشتركا نفذه أحد تشكيلات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وأحد تشكيلات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في استقبال جلالته لدى وصوله موقع التمرين رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن وقائد العمليات الخاصة للحرس الرئاسي الإماراتي. واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد التشكيل استعرض فيه الإجراءات المتخذة لتنفيذ التمرين وأهميته في تعزيز قدرات وكفاءة ومهارة المشاركين في استخدام المعدات والأسلحة وتطبيق مهارات الميدان باحترافية عالية، إضافة إلى مساهمته في تبادل الخبرات والمعارف العسكرية. واشتمل التمرين على رمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة والآليات والقتال في المناطق المبنية، مدعومة بطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني وطيران العمليات الخاصة والطيران الإماراتي المشترك، حيث أظهر المشاركون في التمرين دقة ومهارة عالية في إصابة الأهداف والتنسيق بين مختلف صنوف الأسلحة المشاركة وفي التعامل مع المعضلات المختلفة للتمرين، حيث تمتع المشاركون بالمعنويات العالية. أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور أن الأردن يمر حاليا بمرحلة إصلاحات قوية في الجهاز الإداري، مضيفا أن القطاع العام في المملكة واحد من أكبر القطاعات العامة في العالم مقارنة بحجم السكان. جاء ذلك خلال مناقشة مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك وما يتعلق منها بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام في ورشة العمل التي نظمتها وزارة تطوير القطاع العام اليوم. وأشار نسور إلى أن الحكومة ستقدم خلال أيام إلى مجلس الأمة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات كقانونين متلازمين، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد المحافظة والوحدات الإدارية دون إحداث تقسيمات إدارية جديدة. وقال رئيس الوزراء إنه وبموجب مشروع اللامركزية فسيكون هناك مجلس تنفيذي يشبه مجلس الوزراء المحلي ومجلسا منتخبا انتخابا مباشرا من الناس. وأشار نسور إلى أن الحكومة كانت تقدمت بمشروع قانون الأحزاب وسوف تتقدم لاحقا بمشروع قانون للانتخاب بعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة في إطار الإصلاح السياسي، وهي قوانين الأحزاب واللامركزية والبلديات، معربا عن أمله بإنجاز مجلس الأمة لمشاريع القوانين الثلاثة بأسرع وقت حتى يكون لديه متسع من الوقت لمناقشة مشروع قانون الانتخاب وإجراء التعديلات التي يراها مناسبة. لكن ضمن هذا المحور يعني من المأمول من مجلس الأمة أن ينجز هذه القوانين الثلاثة بأسرع ما يستطيعون حتى يكون مجال معهم يأخذوا قانون الانتخاب بالوقت وبالراحة ويأخذوا وقتهم فيه ويجروا عليه التعديلات التي يرونها مناسبة، لأن القرار لهم. إحنا كما تعلمون نقدم مسودة، إحنا نقدم مشروع مسودة لا قيمة قانونية له إلا إذا أقره مجلس الأمة، فسوف نتقدم بهذا القانون، وإن شاء الله هذا القانون أن يكون تقدمي نستفيد فيه من سقطات ونقاط ضعف مختلفة إدارية ومن مختلف الأنواع، وإن شاء الله نتدارك فيه نقاط الضعف ونطلع في قانون مقبول ومعقول وجيد إن شاء الله.
وفي رده على سؤال خلال ورشة العمل أكد رئيس الوزراء أن القانون الأردني لا يسمح بالإساءة إلى العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن من تم حبسه لرأيه كان بسبب اقترافات ضارة بأمن وقوت الشعب الأردني وعلاقاته مع الآخرين. قرب العيد الرابع للربيع العربي وما سالت نقطة دم في الأردن، ولا حبسها اسمعي واحد على رأيه، ولا واحد انحبس على رأيه، انحبس ناس لاقترافات ضارة قد تضر في قوت هذا الشعب، وقد تضر في علاقات هذا الشعب، وقد تضر في أمن هذا الشعب وفي حياة الناس. فإذا جاي على واحد على باله أنه يبدي رأيه في الفضاء الأردني الفسيح ويسيء لعلاقتي في دولة ويقطع علاقتي مع إخواني وجردني من كل الدول اللي بتدعمني، مش لأني أنا هيك قناعتي، لأنه بيضايقوا الناس مني وفق قناعاتهم، بيخرب علاقتي، بيخرب اقتصادي، بيخرب تجارتي، بيخرب مساعداتي. البد القانون هو الفيصل، اللي بده يغرد قبل ما يغرد يفتح القانون. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، حيث تم التأكيد على الرفض المطلق للمغالطات التي أدلى بها السفير الإسرائيلي في عمان دانيال نيفو وما تضمنته من تجاوزات تجاه مجلس النواب. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أشرف الخصاوني إنه تم تنبيه السفير بشأن تصريحاته ورفض مضمونها والأسلوب الذي تم به، وإن تلك التصريحات مرفوضة ولا تقبل التبرير. كما أكد مصدر مطلع لرؤيا أن وزارة الخارجية الأردنية تلقت 3 احتجاجات من إسرائيل على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور وأخرى لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني، بالإضافة إلى قراءة مجلس النواب الفاتحة على روح منفذي عملية الكنيس في القدس المحتلة. مزيد من الإيضاح في التقرير التالي. مدينة القدس شرارة ستشعل فتيل المواجهات الدبلوماسية السياسية بين تل أبيب وعمان التي تجمعهما معاهدة سلام، أصبحت مهددة نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم الشريف ومدينة القدس. عملية الكنيس اليهودية في القدس المحتلة والتي قتل فيها 5 مستوطنين كانت البداية التي أشعلت النار بين الدولتين بعد قراءة مجلس النواب الأردني الفاتحة على أرواح منفذي العملية وهم عدي وغسان أبو الجمل، ما أثار الغضب في أوساط حكومة الاحتلال. ولتأتي تصريحات للسفير الإسرائيلي في عمان دانيال نيفو عبر إذاعة جيش الاحتلال تحمل بشكل واضح وبصريح العبارة تهكم وسخرية من مجلس النواب، في قوله إن النواب يهتمون فقط في الأمور الهامشية وإن قيامهم بقراءة الفاتحة على أرواح منفذي عملية الكنيس في القدس هو عمل لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد، لأن الشارع الأردني لا يتعامل مع أولئك النواب لأنهم نواب مصالح شخصية على حد تعبيره. ليأتي رد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب برفضه التعقيب على ما اعتبره مهاترات السفير الإسرائيلي في عمان، وبأن الرد المناسب على مثل هذه التصريحات المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل ركنا أصيلا في السلطة التشريعية يجب أن يأتي من الحكومة، مضيفا بأن تصريحات السفير هو تدخل سافر في شؤون الأردن ومحاولة إسرائيلية لتغيير عنوان الأزمة التي تتمثل باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. أما نواب الأمة فقد اعتبر كثير منهم بأن على الحكومة الأردنية التخلي عن الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلي. موقفنا واضح مع طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان، وهذا السفير في الفترة الأخيرة تجاوز على الوطن، تجاوز على السلطة التشريعية، كان له مهاترات، آن الأوان لأن تقف الحكومة إلى جانب السلطة التشريعية. هذا السفير قد تطاول على مجلس النواب، وهذا مؤسسة مجلس النواب مؤسسة حكم رئيسية بالبلد وهي ركيزة من ركائز الحكم في البلد، وتطاول على هذه المؤسسة يعني تطاول على البلد كله.
مصدر مطلع أكد لرؤية بأن الحكومة قامت عبر القنوات الرسمية باستدعاء السفير الإسرائيلي دانيال نيفو المتواجد حاليا في إسرائيل للحضور يوم الثلاثاء للوقوف على دقة تصريحاته التي نشرت في وسائل إعلام والتي قال فيها أن البرلمان الأردني يهتم بأمور هامشية فقط. جورج برهم، رؤية. انتخب أعضاء مجلس النواب اليوم رؤساء ونواب ومقرري 18 لجنة نيابية وسط صراع بين الكتل النيابية التي دخلت في أزمة فشل التفاهمات الانتخابية المسبقة لدى تشكيل اللجان. وكان المجلس خصص 4 جلسات على التوالي لتشكيل أعضاء اللجان الدائمة، حيث تم انتخاب 3 أعضاء لجان، فيما تم تزكية أعضاء 17 لجنة اعتمادا على سياسة التخجيل. وترى مصادر نيابية أن أسلوب التزكية سينعكس سلبا على مصير الكتل، حيث أنه ووفقا لأحكام الفقرة ألف من المادة 65 من النظام الداخلي للمجلس، فإن رئيس المجلس يدعو كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، فيما توضح الفقرة باء من المادة ذاتها أن من يعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة هو من حصل على أعلى أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهما، وينطبق ذلك على انتخاب نائب الرئيس والمقرر. بدأ تأثير العاصفة الشتوية الممطرة بشرى على المملكة مع ساعات المساء، حيث عبرت جبهة هوائية باردة مصحوبة بالأمطار الغزيرة خاصة في شمال ووسط المملكة، والتي سوف تمتد لبعض المناطق الجنوبية. وحذر موقع طقس العرب من خطورة تشكل السيول في الأودية بفعل غزارة وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية، إضافة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. وفي هذا السياق نشرت أمانة عمان 5 مجموعات على تقاطعات مرورية وشوارع رئيسية في العاصمة عمان لمعالجة أي شكاوى قد ترد من المواطنين إلى غرفة عمليات الطوارئ والتعامل معها على وجه السرعة، خاصة تلك التي يتم رصدها في الأنفاق المرورية والطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار. وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس أحمد خريسات إن أمانة عمان عززت حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي من خلال تعزيز المناوبات 3 بالآليات والكوادر البشرية، ودعت الأمانة المواطنين إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في حالة مواجهة أي طارئ والحاجة لطلب العون والمساعدة. ومع حلول فصل الشتاء تقوم الجهات المسؤولة بتوعية المواطنين ومساعدتهم في حال حدوث أي حوادث مرافقة للأحوال الجوية. ومن أهم هذه الجهات المديرية العامة للدفاع المدني التي أكدت جاهزيتها هذه السنة لمواجهة أي أحوال جوية قد تسود المملكة خلال فصل الشتاء الحالي. اتخذت المديرية العامة للدفاع المدني كافة الإجراءات الوقائية الهادفة إلى تحقيق القدر الأكبر من السلامة للأرواح والممتلكات خلال فصل الشتاء من خلال خطة متكاملة لمعالجة أي حوادث طارئة قد تنتج خلال هذا الفصل، وذلك بتوفير منظومة إجرائية مشتركة ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف الخاصة بطبيعة الحوادث وتنوعها. هذه المديرية بخصوص فصل الشتاء تعمل ضمن الخطة التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني، وهي بإرسال خطة فصل الشتاء وتعميمها على كافة مديريات الدفاع المدني، وقمنا
نحن في مديرية دفاع مدني شرق عمان بالبدء بتطبيق هذه الخطة من ناحية الاستعدادات سواء كان داخل المديرية وداخل وبالإضافة إلى المراكز التابعة لهذه المديرية. إذا بدنا نتحدث عن جاهزيتنا، الحمد لله الجاهزية في هذه المديرية عالية جدا، وخاصة خلينا نحكي عن ماتورات الشفط اللي تم أخيرا اللي هي رفض هذه المديرية بأحدث الماتورات وبقدرات عالية جدا، بالإضافة إلى كاسحات الثلوج وسيارات الهيجلاند. هذه الآليات خليني أحكي اللي قادرة أنها في أقصى الظروف الجوية وخاصة إذا كان موضوع ثلوج عنا وأغلاق للطرق قادرة أنها تخدم كافة المواطنين أينما كانوا، وأخص بالذكر أصحاب غسيل الكلى. بالنسبة للسيارة هي مجهزة بكافة معدات وأجهزة الإسعاف، تستخدم في الحالات التي يصعب على سيارة الإسعاف في المناطق الوصول إليها. الحالات أهم الحالات المرضية نتعامل معها في فصل الشتاء هي حالات الولادة وحالات غسيل الكلى وحالات الاختناق. تعاملنا السنة الماضية مع بعض الحالات اللي هي تجمع الماء داخل التسوية اللي وصل المنسوب المياه بها لمتر لمتر ونص، اضطرينا نستخدم فيها معدات الغوص لإنقاذ بعض الأشخاص. وقد أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على أن ما قد سبق التعامل معه من حوادث خلال فصل الشتاء للأعوام الماضية من حيث طبيعتها وتنوعها ونتائجها هو مدعاة لأن نأخذ بعين الاعتبار وبكل مسؤولية وأمانة ذلك الدور الكبير الملقى على عاتقنا في تجنيب أنفسنا وأهلنا خطر الحوادث بالابتعاد عن بعض الممارسات السلوكية الخاطئة والتي للأسف طالما كانت أسبابا رئيسة لتلك الحوادث. والبيت كمان فقدت بابيش الغاز عندي غيرتهم، أنا بتعرف مع الوقت مع الاستعمال بصير تاكل وبصير تهريب غاز، والتشققات السطح عندي سطح البيت والخزانات والستلايت بتعرف الهواء والزوابع بالشتاء. السطح الستلايت أي أجسام طائرة على الأسطوح أو أي إشي تأكدنا من إنها ما بتطاير أو من هاي الأشياء، يعني كليتها كانت تحضيرات لفصل الشتاء. بالنسبة لصبات اللي عندي صبتين غاز، واحدة غيرت لها خرطوم والثاني بدأ صيانة وتدعى الصيانة. استعداداتي على خلينا نقول على محورين، أول شيء محور البيت هو أنه تعاملت مع وسائل التدفئة البيتية كلها بصيانتها والانتباه أنه ما يكونش في أي هناك أي مشكلة مشان لا سمح الله في المستقبل ما تشكل أي مشكلة للبيت. الأشياء اللي ممكن تأذي الأطفال أول شيء أنها تكون وسائل التدفئة آمنة، وحتى أسلاك الكهرباء المفروض الواحد يحرص عليها خاصة فصل الشتاء إذا كانت الدفايات كهربائية. ويبقى القول أن المواطن هو الحلقة الأهم ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية من خلال انتهاجه السلوك الوقائي الذي يضمن له هوامش أمان بعيدة عن مواطن الخطر وبما يحقق مفهوم الدفاع المدني الشامل. داهم العاملون في شعبة أمن وقائي إقليم الشمال شقة ببلدة الرمثة في محافظة إربد تصنع مواد غذائية وسكاكر غير صالحة للاستهلاك البشري. وفي التفاصيل التي حصلت عليها رؤية، تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومجهزة للتسويق بالسوق المحلي خلال مداهمة شقة في بلدة الرمثة الحدودية، تم تحويلها لمصنع مواد غذائية وسكاكر. كما تمت مداهمة منزل في مدينة إربد حول إلى مخزن للدخان المهرب حيث كان هناك شخص مسلح يحرس المكان وقد ألقي القبض عليه وبحوزته سلاح ناري. أطلقت إدارة التنفيذ القضائي خدمة الاستعلام عن الطلبات القضائية من خلال الرسائل النصية SMS، وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 94444 من أي هاتف خلوي. وأشار المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام إلى أن الخدمة تتم من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 94444 وكتابة الرقم 321 على في متن الرسالة، ثم إعطاء مسافة ومن ثم إضافة الرقم الوطني والاسم الرباعي بالنسبة للأردنيين أو الاسم الرباعي فقط لغير الأردنيين ليتم تزويد المستعلم برقم القضية والجهة الطالبة.
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره العاشر عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2013، حيث وصفه بالحالة المركبة. وأشار التقرير إلى أن حق حرية الرأي والتعبير هو الأكثر بروزا فيه، إضافة إلى مجموعة من القوانين شكك في دستورية البعض منها وبين قصور في البعض الآخر. المزيد من التفاصيل في تقرير حافظ أبو صبرة. 11 شهرا مرت على نهاية العام 2013، هي ذات الفترة التي احتاجها تقرير واقع حقوق الإنسان في الأردن العاشر للصدور، حيث تسلمه جلالة الملك من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الاثنين، فيما عرضه المركز على مجلسي الأعيان والنواب والحكومة صباح الثلاثاء بعد أن تم عرضه على الصحفيين ووسائل الإعلام. وجاء التقرير ليؤكد على أن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام الماضي توصف بالحالة المركبة، مفسرا ذلك بتدخل الإنجاز بانتهاكات حقوق الإنسان وتقاطع الإرادة العليا والوعي على المستوى العالي مع غياب القدرة على التنفيذ والبطء في المعالجة. مقابل هذا المسار العريض الذي شهد إيجابيات، هنالك بعض السلبيات أو بعض الانتهاكات، عدد من الانتهاكات لا تزال موجودة، سواء في بعض القصور في بعض القوانين، قصور في الارتقاء إلى مستوى كامل من المعايير من الالتزام بالمعايير الدولية والدستور. حتى أحيانا هناك بعض القوانين التي لا تزال، هناك ربما بعض التفاوت بينها أو الشكوك حول دستوريتها حتى من حيث الحريات والحقوق. وتلقى المركز حسب ما ذكر في تقريره العاشر 468 شكوى للعام الماضي، حيث تلقى ردودا من الجهات المعنية في هذه الشكاوى على 208 منها، فيما لم يتلقى أي رد خطي على بقية الشكاوى. وأظهر التقرير أن الشكاوى طالت 33 وزارة ومؤسسة حكومية، حيث كانت الحصة الأكبر لوزارة الداخلية وجهاز الأمن العام اللذان تلقيا شكاوى بعدد 116 شكوى، تلهما وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية. وبين التقرير أن 309 شكاوى تعلقت بالحقوق المدنية والسياسية، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 151 شكوى. وتصدرت محافظة العاصمة قائمة المناطق الأكثر إرسالا للشكاوى للمركز، تبعتها محافظة الزرقاء، فيما لفت التقرير إلى أن هناك تقصيرا حكومي في الرد على الشكاوى الواردة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن بعض الردود تأتي بطريقة مختصرة جدا. إذن فإن حق حرية الرأي والتعبير هو الأكثر بروزا في تقرير واقع حقوق الإنسان في الأردن للعام الماضي، إضافة إلى مجموعة من القوانين التي تم التشكيك في دستورية البعض منها وقصور في بعضها الآخر. حافظ أبو صبرة، رؤيا. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن التحدي الذي يواجه الأردن والمنطقة والإنسانية جمعاء يتمثل بانتشار الإرهاب وقوى التطرف وتمددها في منطقتنا العربية والإقليمية. وأشار الفايز خلال لقاء حواري مع أبناء لواء المزار الشمالي وقوى سياسية وحزبية واقتصادية في محافظة إربد، أشار إلى أن الأردن ليس بمنأى عن الإرهاب المتمثل بداعش ما لم يستمر الأردن بمواجهته بكل قوة وحزم، وأن الأردن كان دائما عرضة لأعمال إرهابية على الرغم من عدم وجود حواضن للإرهاب فيه. وعن اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن رشيد، قال الفايز إن أكثر من 250 ألف أردني يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يؤخذ هذا الرقم بعين الاعتبار، وأن ما صدر من تصريحات جاء على لسان نائب المراقب العام لجماعة الإخوان وليس على لسان شخص مجهول الهوية. وأضاف الفايز أن زكي بن رشيد أخطأ وكان عليه أن يفكر بذلك قبل مهاجمة دولة شقيقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن علاقة طيبة تربطه مع بن رشيد. وبالتالي أن هناك من يرادف بين الدولة المدنية. أكد رئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري على الثوابت الوطنية التي يرتكز إليها جميع الأردنيين، وهي محبة الأردنيين لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة قيادة الملك عبد الله الثاني واستعدادهم للتضحية في سبيل المبادئ التي عاشوا من أجلها. وأكد المصري خلال ندوة سياسية بعنوان الأوراق النقاشية الملكية عقدت في قضاء السرحان في البادية الشمالية على أن جلالة الملك وجه من خلال الأوراق النقاشية الصور
السلطة التنفيذية إلى ضرورة القيام بإصلاحات جدية وجذرية تحقيقا لآمال الأردنيين، وأكد المصري على ضرورة التوافق الوطني وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تحدق بالوطن. أطلق المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين معايير صعوبات التعلم ومعايير المدارس الدامجة والأدلة الإجرائية المرافقة لها. سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس أشار إلى أنه وانطلاقا من الإطار القانوني الذي يؤكد على أهمية إيجاد معايير وطنية تضمن جودة الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، قام المجلس بإعداد وتطوير المعايير لتكون الأداة المرجعية ليتم الاستناد إليها في تقييم وتطوير خدمات وبرامج التعلم الدامج. وقال سموه إن عملية تطوير المعايير الخاصة تشكل إحدى أهم أولويات ومهام المجلس، وبما يضمن حصول جميع الطلبة دون استثناء على التعليم الملائم والنوعي، وإن التعليم الدامج يسعى لإيجاد حلول ملائمة لتلبية احتياجات جميع الطلبة ضمن إطار النظام التعليمي العام، وذلك من خلال تحويله إلى نظام قادر على الاستجابة إلى تنوع احتياجات الطلبة وتطوير قدراتهم. هذه المعايير هي تأتي استكمالا لسلسلة من المعايير الاعتماد العام والخاص اللي أطلقها المجلس منذ عام 2009 بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني اللي كانوا أيضا داعمين وممولين ماليا وفنيا لهذا البرنامج. والحقيقة إطلاق هاي المعايير بيجي استكمالا للمهام المناطة بالمجلس الأعلى بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 واللي بتنص على ضمان جودة المعايير الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. تمكنت عائلة المقدسية من استرداد منزلها بعد أن استولى عليه مستوطنون منذ شهرين. وقال محامي العائلة مدحت ديبا إنه تم الحصول على قرار من محكمة الاحتلال يقضي باستعادة العقار الذي استولى عليه المستوطنون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في أيلول الماضي ويعود لعائلة الخياط. وأكد المحامي أنه قبل فترة تمكن من الحصول على أمر احترازي يقضي بإخراج المستوطنين من العقار لأنهم استولوا عليه بالقوة، إلا أنه ولكونهم مسلحين وتحرسهم قوات الاحتلال تم التوجه إلى محاكم الاحتلال لاستعادة العقار. وكان المستوطنون ادعوا أنهم يقيمون في العقار كمستأجرين من شركة أجنبية، لكن عائلة الخياط نجحت باستعادة الطابق الأرضي من العقار علما بأن هناك طوابق أخرى ما زالت تخضع لسيطرة المستوطنين بعد أن استولوا عليها. جابن أخوي يقول هدول في مستوطنين في الدور هوني في الدار، فطلعت برا فلقيته قاعدين على الدرج بقول لهم انت شو بتسووا هوني؟ ضلوا ساكتين مش حكي وحكوش ولا إشي. بين انه في تزييف في الوراق، اكتشفنا يعني في تزييف ورحنا يعني قدمنا محكمة وبرضه ببين يعني انه مش قانوني، فاحنا بين انه بقول انه مش الملك لأبوي، فاحنا بينا وراق انه الملك لأبوي، احنا حقنا يعني صاحب الحق دائما قوي. لا بصح لهم طلعوا كل الناس يعني وقعدوا محلاتهم بروش، لا هذا هدفهم يعني انهم يفضوا القدس من السكان وهم اللي يسيطروا على كل شيء. حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خطورة تفاقم الأوضاع في قطاع غزة على مختلف المستويات، مطالبة بضرورة تحمل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني لمسؤولياتها في القطاع، ومؤكدة أن ما نتج عن العدوان للاحتلالي الإسرائيلي من تدمير شبه كامل للبنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية ضعف الحاجة إلى التواجد الفعلي للحكومة بكامل فعالياتها في القطاع. في وقت انتظر فيه الغزيين أن يمن عليهم المجتمع الدولي بحل لمشكلاتهم وفك قريب لحصارهم، تدخل الإرهاب ليغير الوعود ويؤجل الفتح الدائم لمعبر رفح البري إلى إغلاق مستمر لأجل غير مسمى. فبعد التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة 30 جنديا مصريا في سيناء، ومع إعادة الحكومة المصرية النظر بوضعها الأمني مع قطاع غزة، تغييرات كثيرة تدخلت ليختلف معها شكل المنطقة الحدودية بين مصر وغزة لتفرض على الغزيين أنواعا جديدة من الهموم.
حلقات الحصار ازدادت بفعل تعنت العدو الصهيوني وعدم التزامه باستحقاقات التهدئة، وخاصة تلك المتعلقة بإدخال مواد الإعمار. الواقع الإنساني اليوم هو الأصعب والأقسى في قطاع غزة، وهو ما يتطلب جهد عربي وإسلامي ضاغط لإنهاء الحصار ولفتح معبر رفح. معبر رفح شكل يعني حالة إحباط للفلسطينيين طيلة الفترة الماضية، وهو مغلق لأسباب مصرية مرتبطة يعني بالجانب الأمني يعني في سيناء. رغم ذلك الأمور يعني ما زالت يعني بحاجة إلى حلول يعني جذرية، ولكن كل ذلك مرتبط يعني بالمعابر. هذه المعاناة الحقيقية مرتبطة بمعابر. تتضمن الخطة المصرية إقامة منطقة حدودية عازلة مع غزة، تعتمد على إخلاء المنطقة الحدودية بعد هدم المنازل الواقعة في تلك المنطقة بمسافة 3 أميال، مع إنشاء ممر مائي يضمن هدم أنفاق التهريب على الحدود. تفجيرات صعبة جدا، صعبة جدا 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 صعبة، حتى الصغار تأثر منها كتير. الأطفال والنساء كلها بصير عنده زي حال الصرع، بطلع من البيت بخافوا، بخاف يقع عليهم شيء. إلنا 51 يوم اليهود بدكوا في الحدود، ولما خلصت المشاكل بدأ عنا الجانب المصري كل يوم تفجيرات وإزعاج، وتفجيرات قوية جدا. تفجيرات وهدم وشكل جديد للمنطقة تزامن مع إغلاق معبر رفح البري لأكثر من شهر، أمور أثقلت كاهل الغزيين وأضافت إلى معاناتهم فصلا جديدا. وعلى الرغم مما تعنيه الإجراءات المصرية من أمن وحماية لأمن مصر مع حدود قطاع غزة، إلا أن المواطن الغزي ينتظر حلا لمشكلاته متمثلة بإعادة فتح معبر رفح البري. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أقامت معرضا مصورا يجسد معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاما. بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمت الجمعية العامة للأمم المتحدة معرضا للصور تحت عنوان الرحلة الطويلة. يستعرض المعرض صورا من أرشيف وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لأكثر من 60 عاما من المعاناة التي عاشها ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشتات ومخيمات اللجوء في الدول المجاورة لفلسطين. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في كلمة ألقاها خلال افتتاح المعرض إن هذه الصور لا تقتصر على إظهار مأساة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فحسب، وإنما تظهر الآثار المدمرة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون جراء القتال الدائر في سوريا والتطورات في لبنان. في وقت أكد فيه المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور أن فعاليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ستستمر، مؤكدا أن هذا الشعب يعمل من أجل تحقيق العدالة وإعلان دولة فلسطينية حرة وذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة. ولا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. أطلقت رؤيا وموقع طقس العرب اسم بشرى على العاصفة الشتوية الماطرة التي ستدخل المملكة بمشيئة الله اليوم، بحيث ستشهد عمان والمحافظات هطول الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة. وقد أثار الإعلان عن أن العاصفة ستحمل اسم عاصفة بشرى العديد من ردود الفعل ما بين مؤيدة ومعارضة، ولكل شخص رأيه. محمد القصراوي تساءل بتغريدة عبر تويتر: عاصفة بشرى، نفسي أعرف مين بيسمي العواصف. أما فرح العزب فأشارت إلى أمنيتها في أن تكون أمانة عمان مستعدة لاستقبال عاصفة بشرى لقولها: إن شاء الله أمانة عمان تكون جاهزة تستقبل عاصفة بشرى عشان تكون بشرى علينا. أما فراس شابسخ انتقدت التسمية قائلا: طقس العرب ورؤيا كرهوا الشعب الأردني الشتاء، صار الشعب كل ما تشتنوا قطين تصير البلد طوارئ. أما مهند زويد المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة فقال: عاصفة بشرى، نتمنى أن تكون بشرى خير.